السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بصحه جيده. اليوم نقدم لكم جيلي دو سابلي اللي كيجي زوين وكيجي المذاق ديالو زوين وناجح 100%، وطريقه التحضير ديالو طريقه سهله، وحتى المقادير موجوده في كل بيت وبمقادير قليله. ودابا نبداو المقادير على بركه الله. عندنا معلقه كبيره ديال الجلوكوز، كاس ديال العنبه سنيده، كاس ديال الماء، وعندنا كاس اخر فيه ربع ديال الماء، وعندنا معلقه كبيره من شاء او دقيق الذره، وعندنا معلقه صغيره من نكهه البرتقال. عندنا نكهه البرتقال. دابا نبداو التحضير. غناخدو سنيده، غناخدو كاس ديال الماء، غناخدو معلقة صغيرة من نكهة البرتقال، غناخدو معلقة كبيرة من الجلوكوز، جلوكوز عفوا، معلقة كبيرة، معلقة كبيرة. غناخدو هاد المقادير كاملة، نطبخوها على النار حتى تغلى مزيان، وناخدو هاد المعلقة ديال النشا ندوبوها في هاد ربع كاس ديال الماء ونضيفوها ونخليو الكل يغلى مزيان. غندوبو النشا، بعد ما يغلى لينا الخليط مزيان غنضيفو النشا اللي دوبنا في الماء، غنخليوه حتى يعقد. في الأخير كنحصلو على هاد القوام هذا، ولكن نتسناو حتى يغلى مازال ونحيدو الكاسرول يولي كاراميليزي، كيتكرمل وكيعقد، كيولي واحد الجيلي هائل، وحتى النكهه اللي ضفنا ليه راه عطات مذاق زوين بزاف. ومن بعد ما كيبرد راه كيولي ثقيل وكيجي زعما هائل. هو هذا القوام ديالو، كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين. ودابا غير سخون، راه ملي غيبرد غيولي عاقد وغتحكموا بيه كيف ما بغيشو. وهو هذا، واخا باقي سخون باقي ما بردش مزيان، هذا هو الجيلي اللي كنت حصلوا عليه. راه كيجي زوين بزاف، ملي كيبرد راه كيعقد، يعني راه زوين في الخدمه واقتصادي في نفس الوقت، اقتصادي. مرحبا بكم حبيباتي في قناة عشاق الطبخ مع كوثر. وإلا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وضغطوا على زر ابوني، وما تنسونيش من ملاحظات والتعليقات، ومرحبا بأي انتقادات وبأي ملاحظات ديالكم، وشكرا.